الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع في إطار حديثي عن منهاجية أو مناهج البحث العلمي وليس الاقتصاد القياسي أو الإحصاء، سأقدم مفهوم الارتباط لسبب واحد، بأن كثير من الباحثين يخلطون بين مفهوم الارتباط من جهة ومفهوم السببية من جهة أخرى. فهنا سأوضح الفرق بينهما، وطبعا نقوم ببعض الحسابات البسيطة، وعلى بركة الله نبدأ. أكرر هنا، من الضروري أن يدرك طلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية والاجتماعية طبعا والعلوم الإنسانية بشكل عام مفهوم الارتباط ومعناه، الارتباط معناه، وعدم خلطه بمفهوم السببية. من الضروري أن نفرق بين الكوزالتي السببية والكوريليشن الارتباط. الارتباط كوريليشن يعني بأن متغيرين يتحركان بالاتجاه نفسه أو باتجاه متعاكس، لكنه لا يعني بأن حركة أحدهما تسبب حركة الآخر. من الضروري لا يؤثر أحدهما بالآخر من حيث، لكن بتحركوا بنفس الاتجاه. السببية على الجانب الآخر تعني بأن حركة أحد المتغيرين تسبب حركة المتغير الآخر، وربما يؤثر الاثنان بحركة بعضهما بعضا، أو أنهما يتحركان بفعل متغير أو متغيرات أخرى خارجة عن نطاق الحديث عنهما هنا. على سبيل المثال، نفترض في النظرية الاقتصادية بأن سعر الفائدة يؤثر عكسيا في الطلب على الاستثمار، وربما في إطار منظومة اقتصادية الطلب على الاستثمار يؤثر على سعر الفائدة. وفي هذه الحالة نقول بأن هناك ارتباطا بين المتغيرين، لكن علاقة المتغيرين تعود إلى رابط سببي، هناك كوزالتي في سبب، معنى هذا يسبب، يعني التغير في هذا يسبب التغير في هذا، وفي إطار منظومة الاقتصاد الكلي ممكن هذا يؤثر على هذا. أما في مثال الآن مقابل، لنفترض بأننا رصدنا عدد الأشخاص الذين يستخدمون، لاحظوا عدد الأشخاص الذين يستخدمون قطارات الصين، فوجدنا أنه يرتفع مع الزمن، عدد الأشخاص يرتفع مع الأيام الذين يستخدمون قطارات الصين. بالوقت ذاته وجدنا بأن كمية الأمطار والثلوج الساقطة على منطقة المحيط المتجمد الجنوبي كانت ترتفع مع الزمن. من الطبيعي أن نقول بأن هناك ارتباطا موجبا بين المتغيرين، لكن هذا الارتباط ليس مبنيا على سببية، وبالتالي لا معنى له، أي لا معنى له. هنا الارتباط لا معنى له، هنا له معنى عميق لأنه مرتبط بالسببية. هنا ليس هناك مسبب، يعني لا عدد الأشخاص الذين يستخدمون قطار الصين يسبب بكمية الأمطار والثلوج الساقطة على محيط على منطقة المحيط الجنوبي، ولا هذه الأمطار والثلوج الساقطة تؤثر على عدد الأشخاص الذين يستخدمون قطارات الصين. نتابع على بركة الله. سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى كما ذكرت مفهوم الارتباط بين متغيرين يتشابكان برابط سببي، أرجو التركيز هنا، رابط سببي، ونهمل الارتباط الذي لا معنى له، وهو الارتباط الذي لا يتعلق بمفهوم السببية. يقيس الارتباط السببي طبعا القوة النسبية للعلاقة الخطية، relative strength للعلاقة الخطية، the relationship له linear relationship، هنا relative strength of linear relationship بين متغيرين، مهم جدا، القوة النسبية للعلاقة الخطية بين متغيرين. ليس له وحدات قياس، معامل ارتباط unitless، ليس له وحدات قياس تنحصر قيمته العددية في الفترة زائد ناقص واحد، موجب سالب واحد، يعني أقل قيمة له بتكون سالب واحد وأعلى قيمة له بتكون موجب واحد، وإذا كان الصفر فمعنى ذلك أنه ليس هناك ارتباط. يمكن تمثيل قيمة الارتباط، قيمة الارتباط من هنا على خط الأعداد number line كما يأتي. هنا هذا خط الأعداد، لكن أقل قيمة نصل إلها سالب واحد وأعلى قيمة نصل إلها موجب واحد، ونمر بالصفر في جميع الأحوال. لنفترض الآن بأن قيمة الارتباط
كانت موجب واحد صحيح 100 واحد ليس أقل، مستحيل تكون أكثر. فبتكون العلاقة بين المتغيرين علاقة تامة موجبة، perfect relationship, positive relationship. إذا كانت سالب واحد على الجانب الآخر بتكون علاقة تامة سالبة، perfect negative relationship. هنا إذا كانت صفر فبتكون بالحالة هي ليس هناك علاقة، إذا كانت قيمة الارتباط تساوي صفرا. في جميع الأحوال نأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، كلما كانت قيمة الارتباط كمعامل قريبة من الصفر كانت العلاقة بين المتغيرين ضعيفة، كلما كانت قيمة الارتباط قريبة من موجب واحد كانت العلاقة بين المتغيرين قوية موجبة، وأخيرا كلما كانت قيمة الارتباط قريبة من سالب واحد كانت العلاقة بين المتغيرين قوية سالبة. نتابع على بركة الله. يمكننا تمثيل العلاقة التامة perfect relationship بين المتغيرين X و Y على المستوى الديكارتي اللي هو يعني البلين نسميه احنا شكل من بعدين، من طبعا كارديان بلين من بعدين يكون فيه ارتباط تام موجب وسالب واحد صحيح كما يأتي. هذه الآن لاحظوا لي العلاقة بين X و Y على هذا الكارتيزيان بلين اللي هو المستوى الديكارتي، كل المشاهدات وقعت على خط مستقيم سالب الميل لأنها على الخط نفسه، فقيمة الارتباط تساوي سالب واحد صحيح. بمقابل ذلك لاحظوا لي هنا العلاقة بين المتغيرين X و Y، كل النقاط وقعت على خط مستقيم، على الخط المستقيم نفسه يعني لمس العد الخط المستقيم، وبالتالي هنا ولأنه موجب الميل وبالتالي قيمة الارتباط تساوي موجب واحد صحيح. في الجانب الآخر العلاقة غير التامة بين المتغيرين فتكون قيمة الارتباط مشابهة أو قريبة مما يأتي. هذه الآن ليست علاقة، هنا طبعا علاقة موجبة بين X و Y لكنها ليست تامة، في تنافر كثير يعني النقاط تبعثرت فوق وتحت الخط المستقيم، فكانت قيمة الارتباط موجب 0.7 يعني 70% قيمة الارتباط هنا. أما على في الجانب العكسي هنا اللي هو ارتباط سالب، لاحظوا النقاط مبعثرة فوق الخط وتحت الخط، فكانت قيمة الارتباط سالب نصف 50% سالب، لكن هذا ميل سالب وهنا ميل موجب. نتابع، عندما تنعدم العلاقة بين المتغيرين تكون قيمة الارتباط صفرا ويكون مستوى الديكارتي مشابها أو قريبا مما يأتي. لاحظوا هنا النقاط تبعثرت فوق الخط وتحت الخط لكن ليس هناك اتجاه، ليس هناك اتجاه موجب وليس هناك اتجاه سالب، وبالتالي بتكون قيمة الارتباط مساوية للصفر. أوكي. نقارن الآن بين ارتباط لعلاقة خطية وارتباط لعلاقة خطية متعرجة، هي نسميها كيرف لينير. هذه الآن علاقة خطية لينير ريليشنشيب، لاحظوا النقاط هنا أتت فوق الخط المستقيم وتحت الخط المستقيم، هنا فوق الخط المستقيم وتحت الخط المستقيم، هنا علاقة خطية لينير ريليشن موجبة، علاقة خطية سالبة، هنا كيرف لينير، لاحظوا في نوع من الانحراف الاعوجاج ذا نسميها علاقة خطية متعرجة كيرف لينير ريليشنشيب، هنا موجبة وهنا سالبة، وربما تأتي على شكل يعني النقاط مبعثرة فوق منحنى على شكل حرف يو عالية أو يو مقلوبة. نتابع على بركة الله. مقارنة بين ارتباط قوي وارتباط ضعيف، هذه الآن المقارنة، هنا لاحظوا لي النقاط مبعثرة فوق الخط المستقيم وتحته لكنها قريبة كثير كثير، وبالتالي بتكون العلاقة قوية يعني العلاقة خطية قوية بين X و Y علاقة موجبة، هنا علاقة سلبية أو سالبة قوية بين X و Y لكن هنا مبعثرة أبعد، هنا أبعد، فبتكون علاقة خطية موجبة لكنها ضعيفة، هنا علاقة سلبية أو سالبة لكنها ضعيفة. فلاحظوا المقارنة الآن. يحسب معامل ارتباط كما يأتي. الآن معامل ارتباط رو ل X و Y يعني معنى آخر الارتباط بين المتغيرين X و Y يساوي حاصل قسمة الكوفارينس اللي هو التباين المشترك بين المتغيرين X و Y مقسم على حاصل ضرب الانحراف المعياري للمتغير الأول X في المتغير في الانحراف المعياري للمتغير الثاني Y، أي باللغة العربية حاصل قسمة التباين المشترك على حاصل ضرب الانحرافين المعياريين
ناقصها يا هون خطأ طباعي المعياريين. يتبع معامل ارتباط توزيع تي، في عندي تي ديستريبيوشن، في اف ديستريبيوشن، في كاي سكوير، في عندي نورمال، هون حرف التي اللي هو فاريانت من النورمال ديستريبيوشن بخطأ معياري كما يأتي. هذا الخطأ المعياري اللي لقيمة رو المحسوبة، قيمة الارتباط المحسوب، يساوي الجذر التربيعي لحاصل قسمة واحد ناقص مربع الارتباط، يعني قيمة الارتباط المحسوبة، مقسم على عدد درجات الحرية نون ناقص اثنين، حجم العينة مطروح منه اثنين. ليش اثنين؟ لأنه حسبنا احنا عندما حسبنا الستاندرد ديفيشن أو الحرف المعياري لأكس والحرف المعياري لواي، اضطررنا إلى استخدام متوسط أكس ومتوسط واي، وبالتالي فقدنا درجتين حريتين أو درجتين من درجات الحرية. الآن كمثال، مثال لدينا البيانات الآتية عن متغيرين أكس وواي. هاي عندي أكس وواي، هذه أكس 1 2 3 4 إلى 10، واي كانت 5 أصبحت 7، انخفضت ل 4 إلى 3، ثم ارتفعت بعد ذلك حتى أصبحت 83. الآن الكوفاريانس اللي هو التباين المشترك بين المتغيرين X وY على الآلة الحاسبة البسيطة كانت 61، قيمته 61.95. الانحراف المعياري للمتغير X يساوي 3.0276305، يعني رغبت بأن أضع معظم الحدود إلى يمين الفاصلة حتى تكون قيمة الارتباط يعني دقيقة. والانحراف المعياري للمتغير Y 26.294908. وأخيرا الآن حسب يعني للحساب بتكون قيمة رو هات اللي هو هذه معامل ارتباط المقاس والكوفاريانس X و Y مقسم على انحراف المعياري X مضروب في انحراف المعياري Y، فكانت هذه القيمة 61 اللي هي هذه القيمة مقسمة على حاصل ضرب هذه القيمة وهذه القيمة هنا، وتساوي هذه القيمة مقسمة 81.50888.61.04341.4178 بتكون قريبة جدا من 76%. أي معامل ارتباط قوي موجب بين المتغيرين قيمته 0.76 تقريبا. أوكي، هذا الآن لاحظوا لي عندما قمت بالرسم البياني على المستوى الديكارتي، هنا قيم X هنا قيم Y، لاحظوا بأن ما وجدت بأن علاقة خطية متعرجة، يعني كيرف لينير ريليشنشيب موجبة قوية. هاي القيم الآن النقاط الحمراء هي قيم Y، هنا لاحظوا هذه على قيم Y. الآن نحسب الخطأ المعياري كما ذكرنا، الخطأ المعياري لقيمة رو اللي هي انحراف معامل الارتباط بين المتغير X و Y تساوي الجذر التربيعي لواحد ناقص رو تربيع مقسم على درجات الحرية ناقص اثنين. فعندما عوضنا وجدنا بأن قيمة الخطأ المعيار تساوي 8%، يعني تقريبا نقول 0.8% و 124 بالعشرة آلاف. أي معناها آخر أنه إذا قمنا باختبار قوة الارتباط حسب توزيعتي، فبكون بالحالة هاي الخطأ المعياري الذي نلجأ إلى استخدامه يساوي 0.8% تقريبا، أقل من 9%، أقل من 8.5%. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع إن شاء الله. طبعاً مقصود، عفوا هنا نسيت قبل أن أقول السلام عليكم، المقصود بالعلاقة الخطية معطى بالعلاقة الآتية، سكري بعتذر عن هذا الخطأ البسيط. هنا علاقة خطية Y تساوي A زائد B X، هذه العلاقة الخطية بين X و Y، هذه نقطة التقاطع وهذه السلوب، هذه الآن نقطة التقاطع وهذه ميل الدالة الآن. فيمكن تمثيلها على شكل رسم بياني كما يأتي، هنا X هنا Y وهنا الخط المستقيم الذي يمثل الدالة هاي Y، أو معادلة الخط المستقيم Y تساوي A زائد B في X. هنا عندي A نقطة التقاطع ربما تكون سالبة موجبة، يعني هنا عندي طبعا A فهنا طلعت سالبة حسب القيمة هاي، والسلوب أو ميل الدالة اللي هو B يساوي الآن حاصل قسمة التغير في Y على التغير في X اللي هو B تساوي دلتا Y دلتا X اللي هو ميل الدالة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم قريبا جميعا إن شاء الله.
وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى إن شاء الله المقطع الثالث من حديثنا عن مناهج البحث العلمي قريبا. السلام عليكم ثاني مرة.